اسمك ايه؟ اسمي زينة. نازلة ليه النهاردة يا زينة؟ عشان نعمل يا الله عشان نعمل دولة. انت منين؟ انا من فلسطين. منين حتى في فلسطين؟ من غزة. من غزة. وعايزة تكون دولة مستقلة ليكي؟ اه. طب اسمك ايه رباعي؟ زينب ايمن يوسف محمد اسماعيل طحاويش. حد معاك هنا امك او اخوك؟ انا عندي اختي. اختي وخالي. اختك فين؟ حق الشهداء مش هيضيع. انا هيلانا ايمن احاويش. نازلين ليه النهارده؟ نازلين عشان نحارب فلسطين. منين في فلسطين؟ اهلي امي وابويا بس واخواتي. قاعدين هنا في مصر فين؟ في عين شمس. مين معاك تاني النهارده؟ خالو. فين خالو؟ خالو فاي. فلسطين هتفضل. تعرف على حضرتك؟ انا فاي ابو عوكل مسؤول التراث بالاتحاد الفني الفلسطيني. النهارده ايه النزول النهارده؟ اليوم احنا نازلين علشان ندعو العالم يدعي الحرية والعدالة بأن يصوت اليوم لفلسطين. نعرف أن الفيتو الأمريكي حاضر، ولكن سيؤكد الشعب الفلسطيني أنه ضد مع هذه الثورة العربية الشاملة. سيؤكد الشعب الفلسطيني أنه سنكون ضد الفيتو الأمريكي، وستصعد العمل الوطني من جديد. ستبث روح الثورة مع هذا الفيتو، وندعو كل أحرار العالم أن يساندوا ثورة الشعب الفلسطيني ضد الفيتو. و 100% أكيد فلسطين الدولة 194. هتنزلوا الجمعة القادمة إن شاء الله؟ إن شاء الله رب العالمين. إذا كان الفيتو هيقعد أسبوع حتى التصويت، فإن شاء الله لن نترك الشارع أبدا. الشعب الفلسطيني لن يترك الشارع، وسيدعم كل تحرك عربي في مصر وفي الأردن وفي كل مكان يدعم الثورة الفلسطينية والدولة الفلسطينية. شكرا. انت عربي.